بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بداية باسم رئيس وأعضاء المجلس البلدي وسكان مدينة الدوحة الفلسطينية في محافظة بيت لحم، أشكر المغرب الشقيق ملكا وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي حظينا به خلال تواجدنا في هذا البلد الشقيق. واسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أهلي وعشيرتي في مدينة الدوحة الفلسطينية في محافظة بيت لحم، والتي تبعد خطوات قليلة من ساحة المهد التي أطل من رحيق جنباتها سيدنا عيسى عليه السلام ونور العذراء مريم. واسمحوا لي أيضا أن أنقل لكم تحيات أبناء شعبي وعشيرتي في جميع المدن الفلسطينية بالوطن والشتات. في الحقيقة أنني حضرت إلى المغرب بهدف الحضور أو المشاركة في مؤتمر دولي في مدينة الناظور. هناك تعرفت على بعض الإخوة المشاركين بالمؤتمر من مدينة الحسيمة، اصطحبوني إلى مدينة الحسيمة، وهنا اجتمعت مع رئيسة البلدية الآنسة فاطمة السعدي، حيث رحبت بزيارتي، وخلال ذلك تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مبدئية تمهيدا لتوأمة مستقبلا. وكما قمت بزيارة بلدية الجدير ممثلة برئيسها الأستاذ عبد الله الحتاش، ومدير المهرجانات في المنطقة الأستاذ عبد السلام بوطيب. لقد تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين البلديتين، بلدية الدوحة التي أمثلها أنا في هذا اللقاء كمسؤول للعلاقات العامة والدولية في بلدية الدوحة الفلسطينية في محافظة بيت لحم وبلدية أجدير، وأن باكورة هذا التعاون ستظهر في الصيف القادم عام 2015، وذلك باستخدام فرقة فنية فلسطينية لتشارك لأول مرة في المهرجانات التي ستقام بالمنطقة. كما تم مساء أمس توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين كشافة بلدية الدوحة الفلسطينية والكشاف المتوسطي الذي تقوده القائد نعيمة السوسي، وإن شاء الله سيكون ببداية العام القادم تعاون مشترك لتبادل الخبرات والثقافات بين البلديتين، بلدية أجدير وبلدية الدوحة، بلدية الحسيمة وبلدية الدوحة، كشافة الحسيمة وكشافة الدوحة. نحن سعيدين جدا بهذه اللقاءات والتوأمات مستقبلا التي تنم عن الارتباط العميق الأخوي بين الشعبين الشقيقين المغربي والفلسطيني. الإخوة المغاربة في القلب دائما يتابعون قضيتنا، نحن نتعلم منكم لأنكم لكم الباع الطويل بجميع المجالات. نحن إخوة في النضال والمصير، أنتم عانيتم سابقا من الاستعمار الفرنسي كما نحن نعاني من الاحتلال الإسرائيلي، والذي هو آخر احتلال في العالم حيث أنه احتلال إسرائيلي لا يرحم، ويريد اقتلاع الأرض والشجر والحجر والإنسان من الدولة الفلسطينية. أنا في الحقيقة سعيد جدا بوجودي في مدينة الحسيمة وبأهلها الطيبون. مدينة الحسيمة جميلة جدا بأهلها وناسها، لم أشعر لو للحظة واحدة أنني
في حالة اغتراب أنا بين أهلي وإخوتي. شكرا لكم على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. أنتم إخوتنا أحبتنا في النضال والمصير. شكرا لكم.